بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، أي من أصابه كرب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. وعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، الدعاء عام والاستغاثة طلب إزالة الشدة. وعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ويراد في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، دعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أندعو من دون الله، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعاء غير الله كفر وضلال، غير الله لا يملك شيئا، جميع من في السماوات ومن في الأرض وجميع الكائنات عبيد لله جل جلاله، لا يملكون شيئا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله عز وجل بيّن، قال: الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لأنهم لا يملكون، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، الذي الظمآن الذي يأتي عند الماء ويبسط كفيه ويقول: يا ماء تعال، الماء لا يجيبه. فكذلك غير الله لا يجيب من دعاه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذه في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعياً عابداً. فالذي يقرأ القرآن ويذكر الله يريد ما عند الله من الأجر والثواب، فهذا دعاء عبادة. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، اعتزل المشركين، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً عليهم السلام. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً، وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. فإذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، من قوله قل الله أعبد مخلصاً له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نخلص العبادة لله، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نعبد إلا الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق، أي خرج منه مع عبادته العظيمة، فليعلم
أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً أن يخرج من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عيسى عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. دعاء غير الله شرك وكفر وضلال. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح عيسى عليه السلام والملائكة عليهم السلام والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، ما كانوا يعتقدون أن معبوداتهم تخلق أو تنزل المطر أو تنبت، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. فغير الله لا يقدر أن يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه. الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء يكون دعاء الله وحده لا شريك له مالك الملك. وقال أيضاً من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً. ليس بينك وبين الله واسطة، ادعو الله يجيبك سبحانه وتعالى، لا تجعل بينك وبين الله أحداً. نقله عنه صاحب الفروع اسمه كتاب، وصاحب الإنصاف اسمه كتاب، وصاحب الإقناع اسمه كتاب، وغيرهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط. ابن جرجيس مبتدع ضال، فشيخ الإسلام رد عليه. وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا، فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. لا تجعل بينك وبين الله أحدا. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل قريب مجيب، لا تجعل بينك وبين الله أحدا. ادعو الله بخضوع وخشوع ويقين يجيبك سبحانه وتعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي وهو من المبتدعين في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً
حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقادي أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج المسلمين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ في جملة الدين. لا يجوز دعاء الرسول من دون الله ولا يجوز طلب الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك ذلك. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية رحمهم الله قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. الذي يقول أن أرواح المشايخ موجودة تعلم فإنه يكفر بذلك، لأن الأرواح عند الله ولا تحضر أبدا. وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا كلام باطل، وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات ويأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وهذا كلام باطل. غير الله لا يملك شيئا، والميت روحه عند الله ما يقدر على شيء. وقالوا المبتدعون الصوفية الضالون، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث في الناس وعليه المدار بلا التباس. هكذا يقولون أن معبوداتهم كهذا، نعوذ بالله، وكل هذا باطل ودجل وكذب. وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الوجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز القرآن المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأما قولهم، أي قول الضالين، إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى أإله مع الله، لا إله إلا الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه الله عز وجل المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاً وإماتةً وخلقاً. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله، لا خالق غيره، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير إذا شققت التمر وظهرت النواة على ظهر النواة لفافة خفيفة تسمى قطمير، وهذا القطمير ما ينفع بشيء، فغير الله ما يملك حتى هذا القطمير الذي لا ينفع. والذين تدعون من دونه سواء كان
أياً كان، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله بيّن لنا أن غير الله لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء، ويوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قوله، فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من يتقته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم أي قول سيء وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، فغير الله لا تصرف له لا في الحياة ولا بعد الممات. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح عند الله، أرواح الموتى عند الله، فالذي تم أجله يقبض الله روحه ويكون عنده، والذي بقي له من العمر شيء يرد له روحه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وما سوى ذلك انقطع عمل الميت. فعلينا أن نربي أولادنا التربية الإسلامية، فيدعو لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة أي عند الله، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله العليم يخبر أن الأرواح، أرواح الأموات عنده جل وعلا. قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالط، هذا ليس من الكرامات، غير الله ما يملك شيء، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران عليهم السلام، يأتيها رزقها لأنها تخدم بيت المقدس، هذا كرامة من عند الله إعانة لها على عبادة الله وتنظيف بيت المقدس. وأسيد بن حضير الصحابي وأبي مسلم الخولاني رحمهم الله أكرمهم الله بما يعينهم على عبادة الله وطاعته، لا أنهم ينفعون ويضرون. وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله
وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فدعاء غير الله شرك وضلال. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، وهو المنفرد بذلك جل جلاله. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي لا يملكون شيئا. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية. الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان من دفع العدو أو دفع السبع، هذا شيء يقدر عليه الإنسان. وأما الضر والنفع وهو بيد الله لا يقدر عليه الإنسان. والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه. إذا كان إنسان مسلم حي تطلب منه أن يعينك ويدفع عنك العدو وهو حي وأنت موجود، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. لا يجوز الاستغاثة بغير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله. قال: وأما كونهم أهل الضلال معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الضلال الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، هذا شرك، أشرك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره جل وعلا. قال: وأما قولهم أهل الضلال إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم أي من كذبهم، أن هؤلاء يجيبون المضطر ويفرجون الكربات، كل هذا كذب وضلال. كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية رحمهم الله أن غير الله لا يملك شيئا، انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء أهل البدع. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولاً بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان. والله المستعان وعليه التكلان.